طيب، من الإصلاحات الاقتصادية لمفاجأة سارة لأصحاب الشركات الناشئة تحديدا، أعلنها السيد أحمد كوجك وزير المالية والخاصة بآليات تنفيذ التسهيلات الضريبية اللي تم الإعلان عنها مسبقا من الحكومة، وإحنا كنا على فكرة عرضناها على حضراتكم في حلقة سابقة من برنامج اليوم بتفصيلها، كانت الحزمة الأولى يعني. طيب الجديد إيه؟ إن وزير المالية أكد على أن هناك تعديلات تشريعية لتفعيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسهيلات الضريبية والانتهاء من إعداد نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ده بجانب آلية متكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع. وزير المالية قال إن هناك تيسير على الشركات الناشئة عند دفع ضريبة القيمة المضافة، فبدلا من دفع الضريبة كل شهر هيتم دفعها 4 مرات في السنة ربع سنوي يعني. وأكد كمان وقال بنبدأ بداية جديدة مع شركات الناشئة والمشروعات الصغيرة ولمدة 5 سنوات، ما سيتم تقديمه من جانب الممول سيتم قبوله دون فحص. طيب ده خبر حلو، خلونا نعرف مزيد من التفاصيل من الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. برحب بحضرتك يا دكتور، مساء الفل. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. عايز أعرف منك ماذا يعني النظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وزير المالية قصد بها مين تحديدا؟ أولا هو وزير المالية قصد بها مجموعة الشركات التي يكون حجم مبيعاتها لا يزيد سنويا عن 15 مليون جنيه مصري، وبالتالي هذه الشركات تسمى في القانون المصري هي الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. حجم الإيرادات عندما يعني من أول جنيه حتى 15 مليون جنيه هيكون هناك محاسبة مبسطة وميسرة، ويمكن ده كان أحد المطالب. الإيرادات ولا الأرباح؟ لا الإيرادات، احنا بنتكلم على حجم مبيعات يتحقق داخل أي منشأة أو شركة، يكون حجم مبيعاتها السنوي في حدود 15 لا يزيد عن 15 مليون جنيه. هذه الشركات بيتم المعاملة المبسطة معها ضريبيا، وده كان مطلوب. ده دول المقصودين من التسهيلات الضريبية اللي تم الإعلان عنهم. صحيح. طيب. وبالتالي هذه الشركات هيكون عندنا مجموعة من الإجراءات، سواء كانت في حزمة الضرائب أو ضريبة الدخل التي يتم حسابها، تكون ضريبة قطعية. يعني إيه؟ يعني لغاية ما يوصل لغاية 15 مليون جنيه هيكون حجم ضريبة أو قيمة الضريبة المستحقة عليه ضريبة الدخل هي 1% فقط من حجم مبيعاته. طيب لو هو اقل لغايه 10 مليون، لا لغايه 10 مليون هيبقى يدفع حوالي 1 الا ربع 75%، وبالتالي هذه قيمه اعتقد انها جيده جدا بالنسبه لاصحاب هذه. طب في جزئين انا عايز اسالك فيهم يا دكتور عبد المنعم. اول حاجه، ماذا يعني لاصحاب هذه الشركات دفع الضريبه ربع سنوي واهميتها ايه؟ احنا كان من ضمن الالتزامات الضريبيه وفقا للقانون الضرائب، قانون ضرائب 91 سنه 2005 والتعديلات الخاصه به، وايضا قانون 206 سنه 2020 اللي هو قانون الاجراءات الضريبيه، ان كل منشاه او شركه في مصر بتقوم بتقديم الاقرار الضريبي شهريا عن ضريبه القيمه المضافه اللي هي ضريبه المبيعات الصادقه، وبالتالي ده كان بيبقى محتاج جهد من الشركات، فكلما كانت الشركه صغيره ويمكن ما عندهاش آلية المحاسبة أو آلية يكون إدارة مالية متخصصة داخل الشركة تقوم بهذه الالتزامات الضريبية اللي هو تقديم الإقرار الشهري، وبالتالي نتج عنه أن يكون هناك تخفيض للعبء الضريبي، أن بدل ما أقدم يعني إقرار أو بيان. أنا كده يعني عايز تقول أن احنا كنا بنضغط على الشركات الناشئة والصغيرة في موضوع تقديم الضريبة، كمان بنسمح لهم يبقى عندهم سيولة خلال الـ3 شهور دول. بدل كان بيحصل المبلغ ويسدده، بدل ما يسدد كل شهر لا يسدد كل 3 أشهر، وبالتالي هيبقى عنده سيوله يقدر يحتاجها في الشغل. الاضافه تانية انه ضريبه كسب العمل او ضريبه المرتبات اللي كان بيتم خضوعها ايضا بيتم تقديمها كل 3 أشهر او كل شهر وفقا لمنظومه المرتبات اللي بيخضع ليها كل شركه، لا النهارده بقت مره واحده في نهايه العام، يعني بيقدم مره واحده بدل ما يقدم 12 مره. سؤالي الاخير، الكلام اعفاءه من ضريبه الخصم المنبع. طيب لو ضريبه الخصم والاضافه احنا كنا اتكلمنا في دي بمزيد من التفصيل قبل كده. طيب ازاي بيساهم قرار القبول دون فحص لمده 5 سنوات في تحريك وتبسيط التسهيلات الضريبيه؟
ده يعني ببساطة مزيد من الثقة أو فتح باب الثقة من جديد بين الممول اللي هو صاحب الشركة وما بين مصلحة الضرائب، أن يكون هناك اعتماد لكل ما جاء بالإقرار الضريبي المقدم من الممول، طالما أن الضريبة أو مصلحة الضرائب لا يوجد لديها ما يخالف ذلك، طالما أن أنا أقريت بحجم مبيعات وما فيش لدى مأمورية الضرائب ما يفيد أن أنا تعاملت مع جهة ما بأكثر من هذه القيمة، يتم الاعتماد. وده مهم ان احنا بنفتح باب ثقه من جديد وصفحه جديده بين الممول وبين مصلحه الضرائب، واعتقد ان ده هيساعد على زياده حجم الايرادات الضريبيه، لانه النهارده ما فيش داعي انه يكون هناك نوع من طبعا لما يكون في ثقه متبادله كمان الوعاء الضريبي نفسه هيحصل له اتساع. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه.